بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد المحاضرة النهاردة عن ازاي السيمبولوجي او التصنيف، ازاي اصنف الخرائط في نظم المعلومات الجغرافية باستخدام احد السوفت ويرز المشهورة اللي هو ارك جي اس، ارك ماب، ارك انفو. فهنشوف ازاي بنعمل السيمبولوجي دوت ونلون الخرائط بتاعتنا. عندنا هنا مثلا دي اليو اس ستيتس، نروح على بروبرتيز، تمام، نروح على سيمبولوجي. عندي حاجه اسمها سنجل سيمبل. سنجل سيمبل دوت ان انا اخلي الخريطه كلها بايه، بلون واحد. يبقى احد التصنيفات او التلوين او السيمبولوجي اللي انا بستخدمه في الخرائط هو اسمه سنجل سيمبل. بروح على سنجل سيمبل واختار اللون اللي انا عايزه الون بيه الخريطه كلها. ادي لستة الالوان اللي عندي، بختار اللون واقول له اوكي، فلاقي ان الخريطه كلها اتلونت عندي بلون واحد بالشكل ده. عشان برضك انا بقول له ايه، سنجل سيمبل يعني لون واحد للخريطه ككل. في نوع تاني من السيمبولوجي او التصنيف او تلوين الخريطه اللي هو كاتيجوريز. ففي عندي حاجة اسمها يونيك فاليوز. يونيك فاليوز دي معناها ايه؟ ان كل حاجة ما بتتكررش في فيلد معين. لو انا اخترت مثلا اريا، يبقى كل اريا الاريا دي ما بتتكررش بتاخد لون لوحده. لو انا اخترت مثلا ستيتس، يبقى كل ستيت تاخد لون مختلف عن التاني، ودي لستة الالوان بتاعتي. فلو احنا جربنا كده يونيك فاليوز ورحت على الستيتس، خلاص، وقلت له اد اول فاليوز، يبقى هياخد هنا اهوت. ادي الاباما هتاخد لون، الاسكا هتاخد لون، اريزونا هتاخد لون، وهكذا. وقلت له اد اول فاليوز واخترت لستة الالوان او الكالر رام بتاعي وقلت له اوكي. يبقى ده تاني حاجه اللي هو يونيك فاليوز. يبقى اول حاجه سنجل سيمبل، تاني حاجه يونيك فاليوز، يبقى كل ستيت بلون. تالت حاجة عندنا حاجة اسمها يونيك فاليوز ستيت نيم مع الريجون. كده كأنهم ايه، الستيت مع الريجون ياخدوا لون مختلف، الستيت مع الريجون يقول لون تاني مختلف، وهكذا. فدي كده اسمها يونيك فاليوز مع ميني فيلدز. واختار برضك لسته الالوان اللي انا عاوزها واقول له اوكي. شوف يعني الدنيا كلها يعني سهله، ان انا بستخدم السوفت وير في نفس الوقت انه بيديني حاجه بميز بيها الستيت من واحده للتانيه او باوندري من واحده للتانيه. يبقى انا بعمل ايه، تصنيف او بنسميها كلاسيفيكيشن او سيمبولوجي. طيب عندنا ايه تاني في السيمبولوجي؟ ادي كل واحده باللون ايه بتاعها. عندنا ايه تاني، ماتش سيمبلز ستايل، يعني بيبقى كل حاجه ليها ستايل معين تاخد اللون ستيت نيم بالستايل. لو انا فتحت التيبل الجدول بتاع البيانات اللي هو الاتريبيوت تيبل اهو، في عندي ستيت اف اي بي اس، كل واحدة بالكود بتاعها. فالكود ده يلون بيه حسب الكود ده، السوفت وير حافظ الكود ده هو عبارة عن ايه، فيروح ياخد الستيت اف اي بي اس دوت، تمام، ويقول له ماتش سيمبلز. بقى ماتش سيمبلز مع مين؟ مع ايزري ستايل اللي هو اللي حافظه عنده. ماتش ستايل تمام. طيب ممكن ازود فيلد اسمه سيمبل، كويس. السيمبل دوت هقول له خد ايه بقى، خد الاوبجكت اي دي مثلا حطه في السيمبل ده. يبقى انا ممكن اخد الكود بتاع اللون من السيمبل ده اللي انا مليته بالشكل ده، واحد واثنين وثلاثة واربعة. يبقى اروح على بروبرتيز
اختار ماتش سيمبلز مع سيمبل ايزري ستايل وماتش اهو، خد كل واحده بالايه بال اللون بتاعها اللي هو حافظه، عارف ان السيان بالرقم 5، عارف ان البرتقال ده رقم 6، عارف البرتقال الفاتح ده رقم 7، عارف ان الاصفر رقم 8، فعمل كل سيمبل بلون. يعني الخلاصه هنا هوت ان احنا عملنا ايه، ان احنا عملنا فيلد، الفيلد ده حطينا فيه كود من 1 لحد اخر ستيت 1 2 3 4، وكل واحد من دول كل رقم له ماتشنج كلر في السوفت وير، فالسوفت وير بياخد الرقم ده وبناء عليه يترجمه باللون ويلون الستيت بنفس اللون او السيمبل اللي هو واخده. يبقى احنا شفنا سنجل سيمبل، شفنا يونيك فاليوز، شفنا يونيك فاليوز من فيلدز، شفنا الماتش تو سيمبلز ان ايه ان ا فيلد. عندي كوانتيتيز، في عندي حاجه اسمها جراديويتد كلرز. جراديويتد كلرز معناها ايه؟ جراديويتد كلرز ان انا مجموعه او رينج من الارقام او من الفاليوز بلون. فمثلا هختار مثلا ايه هنا اهوت الاريا المساحات، فالمساحه اللي واخده من 66 ل 24000 واخده الاصفر ده، من 24000 ل 67000 واخده برتقاني فاتح، من 67000 ل 121000 برتقاني غامق، وهكذا. يبقى ده الجرادويتد كلر. ممكن احدد هنا برضك ايه الكلاسز، انت عايزها كام كلاس. فانا مثلا هنا هختار ايه، ادي 5 وادي الالوان او لستة الالوان اللي انا هاخدها او الرينج او الكالر رامب، وبختار الرينج انت عايزه لغاية 24000، تكتب 24000 فبس. عايزها 70000 بدل 67، اكتب 70000. عايزها 120000 26000 او 260000 وهكذا لغاية آخر رقم هسيبه زي ما هو. الليبل بقى تخليها ايه، ده كلاس 1، ده كلاس 2، ده كلاس 3، ده كلاس 4، ده كلاس 5. تمام، وأقول له اوكي. خلاص يبقى قسمهم لي بالشكل دوت، كلاسز 1 2 3 4 5 بالشكل ده. عنده ايه تاني؟ عنده حاجه اسمها ايه، ها، فاليو بدل الاريا. عندي ممكن اعمل بوبوليشن، بوبوليشن مع اريا يعني بوبوليشن دينستي اللي هي كثافه سكانيه، يعني بياخد الفاليو الاولانيه دي بوبوليشن تعداد سكان، نورماليزيشن يعني هيقسمها على الاريا، يبقى تعداد السكان على الاريا ده اسمه ايه، بوبوليشن دينستي او كثافه سكانيه. الكثافه السكانيه دي لما بيقسمهم على بعض بيديله الرينج ده من 1 ل 98، من 98 ل 216 وهكذا. تمام، خلاص بقول له اوكي. راح قسمهم لي بناء على الكثافه السكانيه، يبقى الكثافه السكانيه من 1 ل 98 باللون الاحمر، من 98 ل 216 باللون البرتقالي وهكذا. عندي حاجه اسمها جراديويتد سيمبل، يبقى بدل ما بقى استخدم جراديويتد كلرز يعني الالوان هي اللي بتفرق بين الكلاسز وبعضها، لا المره دي هستخدم ايه، سيمبلز. كل سيمبل هو ده حجم السيمبل نفسه هو اللي بيديني الايه الفروق بين الكلاس وبعضه. يبقى انا عندي دي بوبوليشن دينستي اهي، واختار السيمبل الصغير خالص ده من 1 ل 98، الاكبر منه شويه من 98 ل 216 وهكذا. يبقى بيفرق لي الستيتس عن طريق ايه، السيمبل وحجم السيمبل بالشكل ده. تمام، اروح على
بروبوشنال ايه او دوت دينستي. الدوت دينستي دي معناها ايه بقى؟ انا عندي مثلا بوبوليشن سنة 2000، كل دوت بكام؟ ب500,000. كل دوت ب500,000، يعني الاستيت دي واخده دوت واحده، يبقى البوبوليشن بتاعتها في حدود 500,000. دي واخده 2، يبقى في حدود المليون، وهكذا. فكل واحده على حسب عدد النقط او الدنسي بتاعت النقط. فلو احنا جينا نقعد على الستيت دي، الستيت دي البوبوليشن بتاعها واخد كام؟ واخد 479 و673، يبقى 479 ايه؟ 1000. خلاص، يبقى بتاخد ايه؟ في رينج ال 500,000، قريب من 500,000، فبتاخد ايه؟ 1 دوت، او ايه؟ دوت واحد. اهي بالشكل ده كده. تمام. طيب في عندي حاجه اسمها ايه؟ الباي بقى، باي تشارت. شايفين هذه ادي السيمبل بتاعها. يبقى على كل ستيت هيحط لي باي تشارت على حسب الفيلدز اللي انا عايزها، لكن كلها لازم يبقى بنفس الايه؟ نفس الحاجه. لو انا هفرق بين البوبيوليشن، يبقى ده البوبيوليشنز وبعضها هنا اهو، واحطهم على باي تشارت بالشكل ده. تمام. فهحط بوبيوليشن سنه 90، بوبيوليشن سنه 2000، وكل واحده بلون، واحده باللون الاصفر دوت، والتانيه باللون الاخضر. يا اما باي تشارت او بار تشارت، اعمده او دايره، واختار برضك الالوان. اي يبقى ما عرفت انا من الاعمده دي العدد البوبيليشن الاكبر فين والاقل فين. ستاك دي يعني يحطهم فوق بعض. حط الاتنين فوق بعض، الاصفر اللي هو سنه 2000 والاخضر اللي هو سنه 90. يا اما باي تشارت بالشكل ده، يبقى حط لي، عمل لي باي تشارت بالشكل دوت، وقال لي برضك ان كل ستيت هنا اهوت، دي البوبوليشن سنه 90 كانت اقل بكتير من الاصفر اهو، من سنه 2000. هنا تقريبا قد بعض، هنا تقريبا قد بعض، وهكذا. على حسب التصنيف اللي يعجبك تعملها باي تشارت او بار تشارت او جراديويتد كالرز او جراديويتد سيمبلز او سنجل كالر، حسب ما التصنيف اللي يعجبك بتختاره وتعرض بيه البيانات بتاعتك. في حاجه اسمها مالتيبل اتريبيوتس كوانتيتي باي كاتيجوريز. مالتيبل اتريبيوتس، لو انا اخترت هنا مثلا area وقلت له add all values، السيمبلز بتاعتك بالبوبوليشن 90، يبقى هيعمل لي categories الاتنين مع بعض. population الاريا باللون الاحمر اللي هي 66، والسيمبل الصغير ده يبقى البوبوليشن بتاعها بيتراوح من 45,000 و179,000. يبقى انا جمعت التو سيمبلز مع بعضهم، تو سيمبلز مع بعض، حطيتهم من هوت بالشكل دوت في خريطة واحدة. تمام. ادي كل الايه؟ الستيتس اللي عندي، وبليشن سنة 90 مع الاريا في خريطة واحدة بالشكل دوت. ممكن بقى ايه؟ احتفظ بالالوان دي في ملف اسمه سيف لاير، بسيفها في لاير بالشكل دوت، حطها طبعا في المكان اللي انا بختاره على الهارد ديسك بتاعي، وحطه بالشكل ده. طيب ايه فايدة الملف اللي انا حفظته دوت؟ باجي ممكن احمله في اي وقت واخد نفس الكلاسيفيكيشن اللي انا عملته دوت، واختاره تاني ويلونه لي بنفس الشكل دوت. يبقى احنا كده بنشوف ازاي بنعمل تصنيف
او كلاسيفيكيشن، تمام، باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه، تمام. ولو في اي سؤال ولا حاجه يعني اتمنى ان كنتوا ايه تتواصلوا معايا على الفيس او على الميل او على الواتس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.